أقصوصة الزهايمر. تحكي الأقصوصة عن المصاب بالزهايمر يعقوب الذي يكتب مجموعة من الرسائل من مصحي لمرضى الزهايمر إلى زوجته. يتكون الكتاب من 12 رسالة من يعقوب إلى زوجته يحدثها فيها عن موضوعات مختلفة، كيف علم بمرضه وبعض الذكريات القديمة وجزء من يومياته في المصح وبعض من قصص المرضى في المصح، مشاعره وخوفه والكثير من الأشياء. كما وصف الكاتب بشكل مؤلم مشاعر وأفكار شخص مصاب بالزهايمر وكيف يدرك أنه سيصبح قريبا إنسانا بلا ماضي وبلا ذكريات.